الليلة 9 إلى ربع على الام تي في. من يومين مشاهدينا رجعتوا تابعوا ويندو ويدينج، وويندو ويدينج مثل ما صرتوا بتعرفوا لكل اللي تابعونا السنه الماضيه بيعطيكم افكار لكل اللي عم بيحضروا لحفلات كبيره، لخطبه ولا عرس تحديدا، اكثر ممكن ياخذوا افكار عن كل ما ممكن انه يحتاجوه، ان كان من كارت الدعوه الى المكان اللي بتعملوا فيه العرس، الميك اب، الشعر، المعازيم، الديكوراسيون، الكيترينج، اي شيء بيتعلق بالاعراس ممكن تلاقوا معلومات عنه بهالفقره اللي بتشوفوها اربع مرات اسبوعيا باللايف. اليوم تحديدا رح نحكي عن مكان رائع الجمال، ضيعه باسم قرنعون، صارت مشهوره من سنوات قليله كثير بانه بتنعمل فيها اعراس على الطريقه اللبنانيه التقليديه الحلوه، رح ناخذ تفاصيل عنها من مديره العلاقات العامه السيده دورا اسكندر حكيم. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. هالضيعه منين اجت الفكره انه تعملوا ضيعه مكان للاعراس يعني، وهي قد ايه حجمها الضيعه لتحمل هيك شيء يعني؟ هلا ولا مره كنا نحلم بضيعه، كنا نحلم بمطرح، دائما عندنا حلم يكون عندنا بيت قديم مع جنينه حلوه، وكنا نحلم هونيك نعمل اعراس لانه نحن كيترر بالاساس اوريجانو الباترون، بس ولا مره كنا نتوقع انه نحصل على ضيعه، ويمكن ربنا هيك بحبنا شوي زياده توفقنا بقرنعون ومدخلها قلعه، مش بس ضيعه، مدخلها قلعه وادرس كثير هين، بنطلع من القلعه لقرنعون دقيقتين 2 كيلومتر بالسياره. لما وصلنا على قرنعون مثل ما كل الناس اللي بيطلعوا قرنعون، نحن اول مين انغرم بقرنعون، لانه ضيعه ما احتجتي كثير تفكري شو بدك تعملي فيها، هي بتخبر شو بدك تعملي فيها. نحن جربنا ما ننزعها، جربنا نحافظ على طبيعتها، على بيوتها اللي رممناهم اليوم لنستقبل فيهم عرساننا، وتركناها تحكي حكايه مثل كل حكايات الحب اللبنانيه، واليوم عم تحكي حكايه عرس. خلينا نشوف لكن بالصور بالفيديو قرنعون ونرجع نتابع حديثنا. رح نحكي قصة ضيعة للقصة صحيحة، وللضيعة موجودة بس بليلة هو ودجرة، خرطش إنسان عورقة صارت القصة وعمري تضيع. لأنه الحلم بيبني أوطان، انطلقنا من سواد ليل هالوطن، نضوي شمعة أمل على تلة مهجورة على جبل بشمال لبنان، حضا ناس وسكان يمكن راحوا بس تركولنا الأمل، تركولنا الحلم نايم بين الحجار القديمة، تركوا الحلم مزهر بعد سنين وبليلة، وعي الحلم بقلبنا، ومن الاسم اللي بعده باقي قرنعون حولنا الحلم لحكاية، وما في أحلى من حكاية عرس. كيف كانت هالضيعة وقتها رحتوا عليها؟ كانت فاضية واستخدمتوها لتعملوا فيها أعراس، ولا كان فيها أهل مستعدين أنه هني كمان يشاركوا، ولا كيف؟ لا للأسف ضيعة صغيرة، كنت عم تقولي لي ست بيوت وكنيسة. مزبوط. يعني ست بيوت وكنيسة، مزبوط. هي ضيعة مهجورة صار لها مئات السنين، وفي بيت القرنعوني اليوم بالبترون يلي هني أكيد أصلهم من قرنعون، وكان بالبترون في قول بيقول مثل اللي رايح على قرنعون يعني رايح مش راجع، كانت منطقة منفى بفترة من الزمن. قرنعون مضي عليها مئات السنين بدون ما حدا يكتشفها عن جديد، ومثل ما قلت كان لنا الحظ انه تعرفنا عليها وبلشنا نرممها، وكتر خير الله اليوم قرنعون تحمل الفرح وبتعطي وجه لبنان الحلو اللي كلنا اشتقنا له. طب شو بتقدم من خدمات بتخلي هالعرس يكون مميز بقرنعون، وشو بيصير داخل هالبيوت؟ عم نشوف صور كمان من هيدي صور الحقيقه المعرض الويدنج فوليز هون بورشه التحضير كمان. مزبوط، يلي نقلنا بيت من بيوت قرنعون على المعرض، وكان دهشه لكل العالم، ما كان حدا عم بيصدق انه هيدا الشيء ممكن يكون بمعرض. والحلو انه بيكون في الناس بيجوا بدقوا على الحجر بفكروه مش حجر وما بيصدقوا انه حجر. بقى الفكره نزلنا قرنعون الضيعه على المدينه لنحسس الناس كيف ممكن يقضوا نهارهم بهيدي الضيعه، وكيف العرسان ممكن يقضوا ليله بهيدا البيت، وباي انتيبيتين نحن موجودين. قرنعون بلشنا فيها فكره للاعراس،
وكل الناس اللي يطلعوا ليحضروا الأعراس يقولوا حرام تحرمونا بس نطلع هالضيعة تنحضر عرس، لازم يكون عنا أكسيلة إلى بأكثر من مناسبة. وبلشنا على طلب كتير كبير من العالم، نبلش نفكر نعمل ريستوران سكر بيوت أكثر من بيت العرسين، لأنه حاليا عنا بيت واحد هيدا بس اللي بيتجوزوا فوق منقدم لهم البيت ليلي. هلأ عم نرمم بيوت أكثر، وعم بيكون في مجال لكل العالم بيحبوا يطلعوا يقضوا ويك أند أو نهار أو جمعة يطلعوا على أرنعون إن شاء الله. صارت مقصد سياحة يعني مبدئيا. وأكثر من هيك كمان أرنعون بتستقبل تلاميذ المدارس، كل سنة بيزورنا حوالي 14,000 تلميذ بيقضوا نهار، بيكون في أكتيفيتي حسب كل سنة تامية اللي دايما في التراث اللبناني مع الطبيعة والبيئة اليوم، وأكيد في أشياء تانية بتنضاف. أرنعون بنقول حدود السماء، ما بنعرف لوين رح نوصل، بس بنعرف انه كل اللي بيطلعوا أرنعون بيتركوا قلبهم فوق، والناس اللي بدها تهرب من عجقة الحياة ومن ضغط الحياة بعتقد بأرنعون بيكون احلى مطرح لها. بس ما عملتوها كأنها يعني ريزورت توريستيك، تركتوها على طبيعتها على جمالها الطبيعي بس رممتوها. مزبوط مزبوط، مثل يعني ما هي وهيدا اللي بيميزها. فولا وهيدا اللي بيميزها، هم نشوف قلب البيت جوا. واللي بيقولوا انه كل الناس يلي بيطلعوا على العرس ما بيحضروا عرس عادي، فوق هن بيعيشوا احساس مختلف، بيعملوا سياحة بلبنان اشتاقوا له، بيرجعوا بانطباع كلهم بيقولوا عرس أرنعون مش ممكن ننساه. هيدي من الاشياء اللي كثير حلوه. شو اللي بيصير في ريتشال معين بتتبعوه يعني نسبه للاعراس اللبنانيه التقليديه او التراثيه اللي كانت بتصير؟ الاول فكره اللبناني مضياف وبيفتح بيته لضيوفه، بما انه أرنعون ضيعه مش ريزورت مش اوتيل، هي ضيعه كامله لعرس واحد، كل الضيعه هي للعرسين، نفتح البيت كانه بيتهم بضيعتهم، ومنعزم الناس يفوتوا على البيت بيتصوروا بيتضيفوا. قدام البيت بنكون حاطين كراسي وبانكات خشب، عنا ستيشن الساج، ريحة المنقوش الطيبة الصغيرة من الضيعة اللي بترجعنا هالحنين. بتذكر أحد المعازيم عيط لأصحابه، نحن عنا عربية فستق وعليها سخانة فستق، بيعمل فستق سخن بيكون ورق، قال له تعال رجع معي على ساحة البرج 50 سنة، تعال شوف السوداني. بقى الناس إن كانوا كبار بالعمر بيرجعوا بالحنين، وإن كانوا شباب اليوم بيرجعوا بيتمتعوا بلبنان، يمكن هني ما كان لهم حظ يعيشوا. ولا أرنعون جامع الأجيال إذا بدك تقولي بحنان كبير يلي هو لبنان. لكن بتفتحوا البيت القديم البيت الاساسي اللي هو بيت العرسين، بيستقبلوا فيه الناس، وفي البنكات برا والكراسي، والاكل بيكون موجود داخل البيت. الاكل للضيافة يعني العرسين، لا في نحن عندنا أرنعون بتنقسم لمنطقتين، منطقه الاستقبال يلي